وقد بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقيه شكر جوابيه الى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا نصها صاحب السمو الملكي ابن العزيز الامير سلمان بن حمد الخليفه حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وبعد فلقد اطلعنا بوافر التقدير والاعتزاز على برقيه سموكم الكريمه المهنئه لنا بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وإنه ليسعدنا في هذه المناسبة الوطنية العزيزة أن نعبر لسموكم عن تقديرنا بما أبديتموه من مشاعر نبيلة نحونا معربين عن اعتزازنا لما تبذلونه من جهود مخلصة لمواصلة التطوير والارتقاء بأداء قوة دفاع البحرين وإننا إذ نشيد بكفاءة قيادات ومنسوبي قوة دفاع البحرين وما يبذلونها من جهود هي محل التقدير الكبير لحماية بلدنا العزيز وصون مكتسباته الوطنية لندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة الوطنية العزيزة وأنتم تتمتعون بمنفور الصحة والسعادة وأن يحفظ وطننا الغالي في ظل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء